السلام عليك، حياك الله عزيز المشاهد في مقطع جديد من لعبة Elden Ring. نزلت مقطعنا اليوم عن Stones 1 و 2 والحين بشرح عن 3 و 4. طبعا 1 و 2 انا نزلت عنها مقطعين. المقطع الاول كان بوس جدا صعب، اتوقع للحين ما في حد قتله، والطريقة الثانية اللي نزلتها اليوم هي افضل. فاذا كنت تدور 1 و 2 لا تشوف المقطع القديم، وشوف المقطع اللي نزلته في نفس هذا اليوم، لان البوس جدا سهل ويمديك تجيب نفس الجرس وتعطيه الاختين هذا اللي موجودين في الراوند هول تيبل وتشتري منهم بالرونز الستونز 1 و 2. الطريقة الثانية باختصار تحتاج انك تفتح جهة مخفية من الماب عن طريق انك تجمع هذول القطعتين الليفت والرايت او اليسار واليمين. والحلو في الموضوع انه ما في اي بوس تقاتله عشان تسوي هذا الشيء. فنقول بسم الله، اول شيء عندك هذه القطعة في الفورت هايت ويست بتحصل القطعة الاولى، هذه الدكتس ميداليان ليفت، وبعدين بترجع الى الثيرد تشيرش اوف ماركيتا او مريكا ماركيتا وشو ذا. المهم انك بتاخذ القطعة اليمين، بعدين بتسوي فاست ترافل الى الثيرد تشيرش اوف مريكا عشان تقدر تدخل التليبورتر هذا ويوديك للجهة الحمراء اللي فوق على اليمين، او اذا كنت فاتحها برضو تقدر تسوي مرة واحدة فاست ترافل. المهم المغزى انك توصل الى الفورت فروث هذا وتاخذ منها القطعة اليسار، وبتحصل في القلعة الرايت ميدالين. طبعا انا شرحت الماب كامل في مقطع خاص نزلته قبل كم يوم بفتح او كشف الماب بالكامل، فاذا ما فهمت المكان ولا شيء تبغى الطريق شوف هذاك المقطع. الحين بترجع الى الرمونية هذه او لمونية، وبعدين بترجع الى الجراند ليفت اوف ديكتوس وتفعل الماب، بيمسك القطعتين اليمين يسار، وبعدين راح تنتقل او تسوي تليبورت الى المكان المنشود اللي اسمه اتلس بيتولد الظاهر. المهم انك بتيجي الى سيل تنل وبتحصل البل بيرنج 3 و4 اللي هو بيفتح لك 3 و4 عند البنتين، موجود في صندوق. كل عليك انك تاخذه من الصندوق وترجع فاست ترافل للطاولة هذيك وتعطيها البنتين. اتمنى ان الفيديو فادكم، لا تنسون تحطوا لي لايك وتشتركون اذا ما كنتم مشتركين، ونشوفكم ان شاء الله على خير. السلام عليكم.